مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. ليلتنا اللي قبل ليلة العيد بشوي، صرنا 6 ليالي نسهر سوا ونعيد سوا. اول عيد عبلين بتعيد بالبيوت وبالساحة، ساحة الميلاد. ومنحب نقول يعطيهم الف عافية الكشاف وكل اللي مشيوا مع الكشاف. قبل ما يوصل الميلاد صوت تراتيله بنسمع بكل محل، بالسيارات، بالكنيسة، عند الجيران، بكل محل. والليلي بشرفنا وبسرنا كتير نستقبل جوقة الكروان بصغارها وكبارها وبجميع أصواتها ليسحرونا مثل ما عودونا بكل طلة إلهن بأرقى الأداء. وبزقف كبيرة بنستقبلهن وبنستقبل المايسترو نبيع عوان. Yeah.
الخير. مساء الخير. تعرفوا احسن اشي بالسقعة انه نتدفى صح؟ فعشان نتدفى كلنا سوا خلونا نزقف زقفة كبيرة كبيرة كبيرة. لا طلعوا مع اكتركم بتقدروا بعد اكتر. خلونا ندفع عن جد. الميلاد بيجي مرة بالسنة وبيجي باسقع شهر، وانا حسب رأيي مش بالصدفة بيجي بهالبرد، بيجي تيدفينا. اهلا وسهلا فيكم. بتعرفوا يعني انا بشتغل ممثل وبطلع كتير على مسارح، بس وحياة الله وانا واقف هناك عم بطلع قلبي كتير دق بسرعة، اشوف انه بلدي عبلين كلها متجمهرة وبعيد الميلاد، وعن جد بيطلع لنا وبيطلع لعبلين وبيطلع ليسوع وبيطلع لكل هذا الجو الحلو زعفة بكتير 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 اعلى. تعرفوا اليوم بالذات كتير ساقعة، بعرفش اذا حدا متابع الاخبار، وانا هيك لما جيت طلعت قلت السقف تبع المسرح اللي كان وقع، وقلت يا الله اسا بدنا نكرس فوق. انه جيت انا يوم اخر ليلة بدنا نقدم هون، انا ساعد دعاء اقدم معها، وقلت يعني الليلة اللي انا جيت فيها لهون هد المسرح ورح اموت ساقعة. بس بعرف شو فكرت فيها وقلت يمكن اصلا هاد هالمسرح تعن جد نكون نحنا مثل الرعاة ومثل المجوس اللي كانوا ببيت لحم وبالبرد واجوا وصلوا للمغارة تيعيدوا عن جد الميلاد الحقيقي. شو رياض؟ شوفك هون؟ انا هون هون دايما هون. شو؟ كيف الاجواء؟ كيف شايف اهل لبلين وناسك؟ انا كتير مبسوط، وبتعرفوا انا ودعاء عم نمثل عليك واحنا محضرين كل احنا محضرين كل بس حسيتك الليلة جاي لعنا وجايب لنا معك اشي محضر. جايب لكم كتير اشياء كتير اشياء، يعني بنفعش الواحد يسمع اصوات جوكة الكروان وما يحسش بالهدية وبالموهبة اللي ربنا ببعث لنا اياها. فانا عشانكو او يمكن مش انا بعرفش مين، شي حدا بداخلي كتب هالابيات لموهبتكو، وانا بقولكو هيك الموهبة مثل نجمة الميلاد عالمغارة طلت لتحكي الحقيقة. بالموهبة كل يوم نحنا جداد، هدية ربانية لأرواح جريئة. خلونا بفترة هالفرح والأعياد نرفع صلاة شكر لنعمنا العريقة. زعفة شكر بنقدمها بالميلاد لكل نعمة الله عطانا إياها، لكل موهبة، لكل صوت، لكل شخص اللي عم بعيش الهدية والوزنة اللي ربنا عطاياها. فرح منكمل دعاء. أنا بعرف بحكي كتير بس تخلينيش ها. طيب منكمل مع جوكة الكروان، قلتلكم ندفع بس إذا منزقف لهم.
شتت الدنيا تاج كل قلب كل مرج سهر فيه الحب مثل التلج جاني العيال من بعيد وين الطفل الموعود هون يا العيال بعيد هون الليل المكشوف جاني العيال من بعيد وين الطفل الموعود هون يا العيال بعيد هون الليل المكشوف Thank you.
بتعرف هيك من بعيد انا كنت عم بتنقوس عليكم من ورا الخشبه، وهيك انا شايف الاسلام والستات الكبار الاميات واقفين هيك، وانه نزقف او ما نزقفش، انه شو بدي اقول عنا نزقف مع ليله عيد. بدي اقول لكم انه المسيح ولد، وانه ما فيش كبير وما فيش صغير بعيد الميلاد، وكلنا لازم نزقف. واللي زقف وانا شفت هاد، انتو عن جد عم تخلوا الميلاد يخلق فيكو. واذا يسوع هالرب الكبير اجانا بطفل صغير، كان فيه يجي كبير ويريح حاله، لا يبدو يجي يخلق من اول وجديد، لا يعيش كل هالطريق، بس هو اختار يجي ولد صغير. فيمكن هاي لقلنا فكرة انه نحنا كمان لما نغني ليلة عيد نرجع بقلبنا اولاد صغار. تعرفوا شو؟ انا شوي بدي اعمل عيشتكم صعبة. الجوقة بتغني ليلة عيد، شو رأيكم احنا نغني مع بعض ليلة عيد؟ مايسترو تيجي تعدلنا؟ بدنا كل عبلين تغني ليلة عيد. انا بعرفش اعطيني الايقاع كيف انت بتعمل. يا بدنا الكل يغني ليلة عيد. بس بدون سماعات. يا ناخذ نفس الطبعة. مساء الخير. اي بس بلا طبعة. للجميع. الطبعة. هيك منيحة الطبعة. بلشنا بالطبقات يا. بتناسب هاي الطبقة للكل طبعا. يعني مع بعض. ليلة عيد. شربوا. واحد اثنين ثلاث. ليلة عيد ليلة عيد. كلنا نغني خلوا الميلاد فينا. عم بترن بعيد. وانتو معنا. الكبار الاسلام الشيوخ الاطفال. نسيتونا. صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد ليلة مسرعين. صوت ولادة يا بشتات بكرة الحب الشين. متلاقوا الأصحاب اللي خلف الباب. في شجرة بهتار ويدور ولاد صغار. والشجرة صارت عيد والعيد صار عميد. والإيد تعلق على الشجرة غني وأنا عيد. ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد. زعوا قد ما فيكم. فينو ناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. صوت ولادة يا مشتاد وبكرة الحب جديد. عيد هي عن جد ليلة عيد. ومعهم شو قلت بلاها الشجرة السنة او خلص لانجي بابا نويل او بنعمل الشجرة بلا مهارة، ليل مهارة وعشب وهيك وبتوسخ صح؟ بلا صعب البال تسمعوها كتير مصبوط؟ فيمكن الشجرة عن جد رمز هيك بيمشي وهو مش هو العيد، بس يمكن الجمعة والشجرة اللي بتجمع الكل والزينة وكلنا بالبيت عن جد بتكون رمز اللي بيجمعنا بالميلاد. طب انا بدي اسال سؤال، مين اللي مين حاسس العيد غير السنه بابلين؟ اللي حاسس يقول انا يرفع عيده. والجوكه كمان انتوا كمان معنا. بتعرفوا اصدق اشي يا دوعة انه نسال سؤال واصدق جواب بناخذه من الاولاد الصغار. ولد صغير. فانا اسال عن كل الفرافير اللي هون، انتوا حاسين انه عيد الميلاد السنه غير؟ مش سامع. مين حاسس؟ ارفعوا ايديكم. بتعرفوا ليه؟ بتعرفوا ليه؟ حدا ممكن اي واحد شريق بده يقول لي ليش الميلاد بعبلين السنه غير؟ ليه؟ توحدنا. طب هات نزقفنا لانها عرفت شو تقول. نحن توحدنا. زفي لها. يمكن ما حدا عم بيحكي عن هذا الموضوع، يمكن بعده حساس او خايفين. ياس انا بعد ما سالتك. اساليني اساليني. انا سالتني الهن. انا اذا بتساليني بتعرف شو بدي ارد لك. عشان هيك عم بسالك. طيب هات رح ارد. يلا. ايه بس قبل رح اقول لكم هذا الموضوع يمكن هيك الناس عم تحكيه بين البيوت او الزلام بطق عليه حنك هيك الصبح بشرب قهوه والنساوين، بس عبلين وحدت الاعياد وهذا دليل انه احنا كلنا سوا موجودين اليوم. وانا كتبت هيك: من وقت كنت صغير العيد كان مقسم، بيحكوا عن حب كبير بس البلد كان معتم. عيد بالعيون بلمع ودمع بعيني بلور. النور صعب اقشع طفى
بفرفط ورق المنطور صوت جراس بنسمع وبيناتنا بيعلى السور هالسنة هالسنة عبلين سبقت العيد نصبنا شجرة وزيناها قلوب صار حق نفرح ونصب نبيد قبلنا الغير ونسينا العيوب هيك بيولد فينا مشوار جديد بشق للوحدة وللسلام دروب وين الدافر الياس؟ هيدا هو الميلاد الحقيقي وعدروب شعرك الياس مكملين مع ليلة الميلاد ليلة الميلاد يمحى البغض ليلة الميلاد تزهر الأرض ليلة الميلاد تدفن الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب مكملين معكم يا جوقتنا Yeah.
بتعرفوا شو بدي اطلب منكم؟ شو حقول؟ شو بيستاهلوش زعفة أكتر؟ ما محمتوش بعد؟ طيب بدنا نعمل بعد اشي واحد اللي انا هيك عم بحلم فيه اشوفه بعبلين. بدنا كلنا سوا نقول ولد المسيح هللويا. رح انا اقول ولد المسيح، رح تردوا علي كلنا سوا هللويا. نجرب. ولد المسيح هللويا. بعد اعلى اعلى، صوتك اعلى بكثير، ما انت طوشني بال شو اسمه بالليل الاحد. يلا ولد المسيح هللويا. لحظة شوي، لو في ضوء هيك عتشوفكم الكبار، انا شايفكم بعاد، بس هات نقول هاي الكلمة واحدة نهلل فيها ربنا يلي بالبرد وبالسقعة إيش لعنا. طيب تعرفوا شو؟ تذكروا، غمضوا عينيكم شوي وتذكروا أول مرة حطيتوا فيها شجرة بالبيت. انتوا اللي عمركم 60 و70 وإن شاء الله 80 و30 و20، تذكروا أول زينة علقتوها على الشجرة. ولد المسيح ولد المسيح هللويا ولد المسيح هللويا. هذا هو المسيح الحقيقي، مش بالمسبحة اللي ملزقة على السيارة، ولا الصليب اللي قد الدبش، ولا حتى الشجرة الكبيرة. المسيح الحقيقي هو المسيحي اللي بيقول هللويا للرب وبيهلله وبشكره على نعمته. رح منكمل هاي المرة مع أهل ندوعة. شو أنا قلت؟ رح يحكوا عنا أهل عبلين، ناس بحكي كتير، أنا كله عم بقول عنا هيك، بس يلا بسمع. يعطيكم العافية، أحلى صوات عنا، ويعطيكم ألف عافية إلكم، وشكراً على حضوركم معنا بكل ليلة والليلة. في عندي أكمن شكر صغير لأكمن حدا، بتمنى يعني شكر يكفي ويوفي. بحب أشكر لجنة ليالي الميلاد 2012 المكونة من المجلس المحلي، المجلس الرعوي، جوكة الكروان، المعهد الموسيقي، جمعية البيت الدافئ، الكشافات، ناديين الأحد، وأخيراً مجموعة شباب ساحة الميلاد. شكراً إلهن كتير. لا بس ما تفكرناش خلصنا بعد، نحن سمعنا الجوقة كجوقة، بس رح يكون عنا كمان مفاجأة لإلكو. ودائما الجوقات بنظلمه انه احنا بنسطرش كل واحد فيها، بس احنا اكيد بنقدم زعف لكل واحد منكو، ورح نسمع السلوهات، رح نسمع اداء فردي لثلاث اعضاء من الجوقة. بس بحب اكمل انه باسم كل اللي ذكرتن رح نشكر يوسف عواد، مراد حسنين، سمير ناصر داود، يوسف خاطر، جرجورة جرجورة، وصفوان مروان. نحب نشكرهن شكر كتير كبير، وزعفة إلهن كلهن عن جد. بعد الفاصل الإعلاني نرجع لجوكة الكروان، وهالمرة بحب أدعي ساندرا حاج. تفضلي، بيطلع لك زعفة كبيرة يا ساندرا لموهبتك. كيفك؟ تعال شوي. شو ساندرا؟ انت اطول مني. شو حاسس هيك عم بتغني قدام كلها بالليل؟ خايفة شوي؟ فخر؟ قربي سامعيهم. فخر ليلي. حاسس بفخر ساندرا، ان شاء الله دايما بتحس بفخر، ونحن دايما نرفع راسنا فيكو. اطلع هون. ساندرا رح تقدمي لنا ترتيلة دخيلك يا عدرا، وهيها عم تسمع، فكل المسرح لإلي.
كثير لساندرا. في شيء ينحكى؟ اسمحوا لي ندعي كمان صبية بجوكة الكروان فيكتوريا عواد زعفة كبيرة. فيكتوريا قالت لي ورا الياس تسأليش ولا سؤال. فكرة مش رح أسألك. تعي عرب عرب كيفك؟ شو بتحب تقولي لنا؟ سامعينها؟ لا ايسا شارب شو بتحبي؟ لا فيش صوت عل كل عام وانتم بخير للكل، ينعاد على الجميع بالصحة والعافية وبس. تمام تمام جد. طيب شكرا فيكتوريا، فيكتوريا شو رح تسمعينا اليوم؟ المجد لك. المجد لك. المجد لك نشيد نشيد الملائكة. يعني اليوم صوتك رح يمثلنا صوت الملائكة يلي رتلوا ببيت لحم. ورح ندعيكم كمان مع فيكتوريا. خفوش فيكتوريا مش رح تغلط بالطبقة. رح ادعيكم تكون هاي ترتيل الصلاة صلاة لكل واحد منا، وانتو تقدروا ترتلوا معنا وتعلوا صوتكم وتقولوا المجد لك. وان شاء الله في حدا عم بسمعنا. تفضلي فيكتوريا المسرح كله لك. شوي اللي جاي عمو لا
بلشنا نسقع كثير وانا طيب انا كمان اكيد مش راح يمرق مش راح تمرق سهره للكروان بلا ما نسمع صوت الكروان واحد من اصوات الكروان ونس ابن عبلين مش راح تقدم لنا اليوم ونس مساء الخير للجميع كل عام انتم بخير راح اغني ترتيله وديع الصافي رعد وشتي لا مشيتي وان شاء الله ما ترعدش ولا تشتي لانه بس بعد انت يعني انت مش هنصل تفضل ونس
أنس. خلص آخر إشي بحكي اليوم محياة الله. رح أقول تراتيل سمعنا السما لوبنا قدمنا هدية عيد السلام وكل الرجا بأصوات الكروان غنية رح نغفى الليلة مع صدى صوت الشاب وصوت الصبية العيد بكرة قريب ما تنسوا صاحب العيد تركوا الدفى لبيوتكو يجيب والسلام بهالبلد يعلى يعلى ويزيد. شكرا كثير. انا بحب اشكركم وقالكم عن جد اشي قديش في ساعة وقديش انا عم برج كل سوا ومش حاسس باصابع اجري ولا اصابع ايدي. لا بس بوجود دافين احنا. صح قديش. وجودكم دافين وشكرا لكم كتير كتير. شكرا. بحب. خليني بعد بس اشكر حدا بنفع. يلا. قديش عطشتك اليوم بعدين حسابي. حسابك بعدين. خلتو فضل. اللي بدي احب اشكر جمعية الكروان وجوكة الكروان وبالاخص الاستاذ نبيه عواد يعني بقولوا دافئ عن جد ما حدا انه مفعل دعوة من اهل البيت هيك مش بالضبط عزومة بس شكرا على دعوتي انه اكون انا موجود وعلى هاي الفرصة انه نكون موجود ببلدنا قبل باي محل فشكرا لكم وان شاء الله يكون مش بس ليالي ميلاد بهمتكم يكون كمان ليالي صيف ويكون كمان بعبلين حضارة أكتر وفن أكتر ونكون مجتمعين أكتر وساحة الميلاد تصير ساحة عبلين ونلتقي بكل موسم اللي فينا نلتقي فيه شكرا لكم وشكرا للياس بستان مطر على مرافقته الليلة وكلماته الحلوة وشكرا لكم أحلى ناس ناس عبلين وبدي أقولكم إنه ليالي الميلاد مستمرة وبكرة في عنا فقرة بابا نويل بمبادرة جمعية البيت الدافئ وكمان بحب أقولكم على كمان شغلة إنه بيوم العيد يوم الثلاثة عنا هدية صغيرة من شباب ساحة الميلاد أمل خازن موجودة هون على الساعة 3 رح يتسكر الشارع اعملوا حسابكم فعلى الساعة 3 الكل يكون هون نحتفل مع أمل خازن شكرا لإلهن كتير كتير وشكرا لكم وكمان شغلة عنا بثلاثة واحد في سيرك حلو كتير رح يكون هون في سيرك رح يكون بابلين سيرك وفي كمان مفاجأة صغيرة كتير حلوة رح تتواجد هون بكرة يعني اللي بحب يشوف شو المفاجأة اللي رح تكون مزينة المحل ومزينة ساحة الميلاد فأمروا بكرة وشوفوها وشكرا لكم كتير كتير وكل عام وانتو بألف خير يا رب شكرا كتير تصبحوا على ألف خير ونعاد على الكل السلام والمحبة شكرا